يا هلا يا هلا والله مرحبا السعد المباركة. يلا نتحييهم جميع وكل باسمه. يستاهل كل واحد حاشي وطليين، بس الحلال ما بعده ضل. يا هلا ابو ياسر. الله يحييك، شلونك؟ ترى هذا ولدي ياسر. ونعم والف نعم بياسر وابو ياسر والجميع. يا هلا والله مرحبا ياسر ابوي، وشلونك؟ عساك طيب؟ كيف الحال يا ولدي؟ بشرنا عنك، عساك ان شاء الله طيب. افا سلامات عسى. مو بالولد مو بيسمع ولا طرم ولا شيء، ايش فيه؟ لا لا بس ما فيه العافيه ترى، بس يمكن انه متوتر شوي. بس متوتر يا شو 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 سلمك خليك، هذا مو بياسر اللي في التيك توك الا هو. خير يا عيالي، وش عندكم؟ وش السالفه يابا؟ هذا هو ياسر اللي في التيك توك اللي البنت قالت له يا هطف. يا هطف؟ وش هطفه؟ تعال يا هطف. وش عنده ذا هطف؟ وراه هجي بعد ترك. تعال يا رجال، وش السالفه؟ وش القصه؟ اقول يا عيالي تعالوا تعالوا علموني وش السالفه، تعالوا وروني المقطع، امشوا. شغله شغله ورني. اسمع اسمع ايش قالت. ياسر الهطف. اي والله هطف. وهذه كل السالفه يا ايبه. فشلتني وسويت وجه عند العالم. العالم كله تقول ما غير حي الله ابو ياسر، ارحب يا ابو ياسر، التقهوى عندنا ابو ياسر، وانت في الاخير مع مبزره في التيك توك. اعتذر منك يا ابوي والله. مشينا مشينا مشينا، خلنا ناخذ اغراض البيت. مشينا. ياسر يا هطف، ولك عين تطلع من الشارع ما عاد. ياسر يا عيال شوفوا، ياسر يا هطف، تعرف من انا؟ يا عيال ما له داعي، ابوه معاه. يا عم ترى ولدك هطف. سود الله وجهك. يبا اي احد يتكلم لا تلتفت له ولا شيء، سوي نفسك ما تسمع وامش. اسمع بعد كذا لا عاد لا تاخذني ولا توديني ولا تجيبني، انا بدلي اروح واجي مع السواق. بس لحسن حظها ان واحد من العيال الله يهدي فصل المودم بالغلط وانقطع البث، ولا مو من عوايدي انا اللي انحاش. بالله هذا رد، هذا رد. وش اللي خويه فصل النت بوجهي؟ وش ذا التصريف الخايسه؟ قسم بالله انك تفشل وتنرحم، وعذرك السخيف اكبر اثبات انك زلابه وهطف. يلا خذ الحين، غلطان غلطان انك رديت عليها، ليش ترد عليها بالحلال؟ يلا تفضل شوف. خذ الردود. كلمه الهطف شعلت اكثر من اول. يا ابن الحلال وش اسوي؟ جورجو قال لي قل كذا. من جورجو؟ هذا خبير حق التواصل الاجتماعي، استشرناه وقال قل الصدق لأن الصدق من جات. يا أبوي الخبير ده نفسه قلب عليكم وعززنا على التغريدة لا، وحط كلمة هطف في هاشتاج. هيا ألقم. أنا عندي اقتراح. أنت ورا ما تعض لك علش حمل أكوفن كينا، كل اللي صار هذا بسبت كنت. أبوي كرهني، كره يمشي معي ومتفشل مني. تدري تعال معي برا شوي. إيش تبغى؟ قم معي برا شوي قم. استنى. عزتين وهالكفته خليه يستاهل الرمه. نعم ها وش تبي؟ استاذ ياسر. الاستاذ؟ اي نعم معك الاستاذ ياسر. الشيخ ابو سامي يبيك تزورنا في المخيم. بخصوص ايش؟ تعال تعال عندي لك مفاجاه حلوه ان شاء الله. تعال. سمع على خير، بس ارسل لي الموقع. أبشر أبشر. فمن الله. الحقيقة يا ياسر اللي حصل لك
أساءني كثير كثير مرة. يعني أنا صحيح أني ما أعرفك ولا بيني وبينك سابق معرفة، ولكن اللي حصل لك هذا ممكن أنه يحصل لأي واحد من الشباب. يعني ممكن يتعرف على واحدة ويبلش بها وتكون متسلطة ولسانها مفلوت وتصير سالفة مثل سالفتك، ها؟ لكن أنا بصراحة يعني حبيت أواسيك وأطيب خاطرك، أي وجايب لك هدية زينة. تعال معي شوف. على ما تشوف عينك، هذه السيارة الهدية، وانت كفو وتستاهل كل خير. الله يطول لي عمرك يا شيخ ويخليك لنا يا رب. والله يا ابو سامي انك علمك طيب، وانك رالي العطايا وعلومك كلها طيبة. وهذا مفتاح السيارة معي، والشيخ ما يعطي للمثلك شرواه. تستاهل سم. تستاهل. اي استاهل. استاهل، وابيك تسد اذنيك عن كل اللي ينتقدونك. لكن تعرف وش احلى ما عجبني في هالسيارة؟ وشو؟ اللوحة. صور صور. حطب. صور صور. اسمع يا اخ جورجيو. طيب شكرا، كذا انتهى الاجتماع، تفضلوا برا. قصده جورجيو. جورجيو ما يفهم ذا الهطف. انا هطف؟ انا هطف؟ الله يا الدنيا، الحين صرت انا هطف يا ابو منال؟ يا عامر يا عامر تكفى، مشيها لي، ضغوطات نفسيه وكذا. خلاص اهدى اهدى، لا تقعد تتبكبك عند الحسابات، ترى تنفضح. ها اسمع يا جورجيو، الحل اللي اقترحته لنا ما نفع، بالعكس زاد الطين بله. ايوه هذا انت قلتها بلسانك، اقترحته، يعني انا ما جبرتك على شيء. بعدين انا وش دوري؟ دوري انشر، فلانه ماتت قطوتها انشر، فلان شرف اروه انشر، انا ادور محتوى ولا لا؟ الا هلا منال. هلا والله. لا ايه خلاص، لا لا اليوم الليل، اليوم ايه بعد 12. تمام تمام. هذه منال ما غيرها؟ ايه هذه منال ما غيرها، اللي مسحت فيك البلاط، تقول ان عندها رد على ردك، تبيني اليوم انشره بالليل. يا حبيبي انت الحين لحست مخنا، انت معنا ولا معها؟ يا اخوي لا معكم ولا معها، انا مع نفسي، انا انسان على باب الله وادور محتوى، ابي تفاعل، ابي رتويت، ابي كتويت، ابي نشر. ابلش. اسمع انا بديت ارحمك، وانت زلقت على واحده لسانها هالطول وحقوده، بكره ما تدري وش تسوي لك. انا اقترح عليك تطلع معها في بث، وبشكل حلو ما يكسرك، تتصالح معها وتلم الموضوع عشان تعيش، برضو هذا رزق لك. اذا تبيني اكلمها واتوسط لك في الموضوع انا حاضر. اسمع الحين انت وش مسوي بذا؟ خله يستاهل حقه وما جاء. اي بس وش ذا الملبسه؟ دورت صمغ في رام ما لقيت، لفيت بشبك سمك. ورا ما يتكلم ومصمغ فمه بعد. بعد جد جد. هلا والله ياسر. هلا هلا والله منال، حياك. شايل بخاطرك شي؟ زعلان مني؟ شايل بخاطرك ولا البالي متهاني ددير بدر بدر بد. كيف يا شي صوتك تكفى؟ اقول لا تزبد بس. ها عموما يا ياسر خلاص، اللي فات مات وحنا الحين سمن على عسل. لا لا والله من ناحيتي أنا ما في خاطري شيء، وخلي الناس يقولون اللي يقولون، أنا واثق من نفسي وأعرف من أنا. على فكرة يا ياسر ترى حبايبك كثير وكثير كلموني قالوا فك الولد من شرك فك الولد من شرك، فأنا رحمتك وشفقت عليك فبفكك من شرك. هاي هاي بنت الناس، أهدى أهدى، ركزي شوي. وش اللي فكي من شرك؟ أقول توكل أنت وياه، لا دور لك عاد أنت الثاني، دزي أمها أنت وياه. لا يا حبيبتي ما فيه، وعارف وش أسوي، ما حركتي أساسا فيني شعرة. وشو بتجحد بعد أنك مرسل واسطات يسكتوني عنك؟ عاد تدري أنا غلطان أنه أكون طيبة مع أشكالك، تدري ليش؟ لأنك زلابة وهطف. يلا دز أمها. وانتي سبك، دزي أم أمها ولا أراك شيء، لا أنت ولا داعمينك، أقسم بالله لا.
قبضة رجال الأمن. طبعا أنت عارف وش سويت. بصراحة ما أدري وش صار وقتها، فجأة لقيت نفسي أسب، ولا أنا بالأساس ولد ناس ومتربي؟ النظام ما ينظر لتربيتك ونشاتك. الكلام الخادش اللي قلته أمام آلاف المشاهدين في البث مثبت عليك ويعاقبك عليه القانون. ضغطتني نفسيا وخلت اللي يسوى واللي ما يسوى يذب علي ويستفزني، شيء طبيعي اني بنفجر وافقد اعصابي. بس اللي قلته انت مجرم في الشرع والقانون، وتعرف وش يصنف القضاء الظاهر. استغفر الله العظيم واتوب اليه. هلا والله بالعطف.